55، يبتعد عن أي تجمع ويهلف داره ولا يخل معه للضرورة القصوى ولا يعزم ولا قاعد في الدار. تقدر تخلص فكاتيرك ومشترياتك وتعدل جميع تحويلاتك المالية من خلال تطبيق بنكيلي، ما احتكيت مع حد ولا عاد ما هو عندك بسيط. تقدر تلاشارجيه من خلال جوجل بلاي وأب ستور والتسجيل فيه والتفعيل مجاني. وذكر أن هذه الحكومة تحت ثريم الحريات الفردية والحريات الجماعية والحريات العامة والحريات الخاصة والخصوصية، لأن المجتمع مبني على التفاهم واحترام الأفراد، وذلك لا يتم إلا بحماية جميع حقوقهم. ودولة ديمقراطية مبنية على حرية التعبير، وحرية التعبير موجودة ومصانة في الدستور كما يوجد في القوانين الموريتانية حماية الدين الإسلامي الذي هو الركيزة الأساسية لهذا المجتمع، وحماية الدين الإسلامي هي واجبنا كلنا، وليست واجب إلا على النواب. والمنظومة القانونية الموريتانية بداية من الدستور إلى القانون الجنائي مرارا بقانون الالتزامات والعقود والقانون ضد الكراهية والعنصرية جعل من حماية الدين الإسلامي الهدف الأساسي، والتلاعب بالمعلومات سواء كانت تتعلق بالدين أو تتعلق بوسائل أخرى هي ليست مقبولة في مجتمع ديمقراطي، وواجبنا كلنا أن نقف دونها لكي يستمر هذا المجتمع في احترام القيم التي أسس عليها، وهذه القيم بعيد جدا من الكذب. وهذا هو اليوم موضوع هذا النص، لا يتوافقوني فر ان اليوم هذا اللي ينتشر وذا اللي ينقرا عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية في وسائل التواصل الاجتماعي بعيد عن الواقع، بعيد عن الحقيقة، ويعكس الصورة ما هي صورة القيم الموريتانية، وهذا لا بد أن يوضع حد له به اللي ما تنقدو هذا مات مقبول. وأول شيء اللي لا يعدل هو بعد قاع استعمال والله استخدام المنظومة القانونية الموجودة. اتكلمتوا عن مجموعة من القوانين يا غير هذه القوانين القديمة ومبدأ الشرعية اللي دستوري واللي موجود في القوانين اليوم ما يقد يطبق على وسائل التواصل الاجتماعي به اللي ما هم بوب عليها. اتكلمتوا عن قانون السبرانية، هذا فيه مواد ولكن على الأسف ما تطبق ملي وغير والله ما هي ما تسد الحاجة في هذا الميدان. احنا كالمجتمع الدولي فر وكالمجتمعات نحن من اخر دول التي اتخذت اجراءات
قانونية في هذا الميدان. إلين نصر دركم هذه القوانين اللي موجودة في الدول الديمقراطية، هذه الإجراءات اللي عندنا احنا مازالوا بعيد جدا عن هذا اللي مطلوب. هذا الصا يسوى إلى عندنا الولايات المتحدة الأمريكية، والله فرنسا، والله ألمانيا، والله بريطانيا، والله الدول العربية، والله الدول الإفريقية، والله الدول الآسيوية قنوا له وداروا له عقوبات شديدة. معناها نحن اللي كان لازم أن نقبضوا الإجراءات هذا بما يتعلق جدوية هذا النص، ولا يعقب يدخل في القانون الجنائي بيلي كيف قلت لكم المرة الفايتة، القاضي لا بد يعود تعود عنده وسيلة، والله قانون واحد يعود فيه جميع الجرائم ياكي سهل له هذا العمل، يتم يرى العنصر القانوني والله التشريعي والعنصر المادي، ويتم هو بناء على هذا يعدل التكييف. هذا سهلوا له هذا مشروع القانون، هذا مشروع القانون بدأ بضبط المصطلحات اللي لا يستعملوا، والمصطلحات ذا النوع اللي يتعلق بالجرائم لا بد لها تعود دقيقة لهذا القرض. تم في مواد تحديد وتعريف هذه المصطلحات يقر ملي لا يتعرف بصفة ان القاضي لين تقدم قدامه قضية من هذا النوع لين يلجأ لها لا بد له يعود عنده شيء دقيق، واحنا نعتبره وخلق ياسر من النقاش على محتوى هذه المصطلحات، ونعتبرها اليوم وحدد بصفة كل حد يقد يستفاد منها. الناس اللي لا تشكي ان نمس اعراضها والله اموالها والله حياتها بذا النوع من النشر، راعي ذيك هي وسيله واضحه، وحد ما اللي لا يتوجه له تهمه الى عاد ما هي داخله ذو التعريفات عنده وسائل الدفاع واضحه، والقاضي اللي لا يحكم ووضح له هذا القانون. هنا ياسر من المداخلات مشات عن موضوعه، هو فيه تقريبا ست جرائم واللي واضحه الا التلاعب بالمعلومات، يسوى الصمت متعلقه بشي يسوى شنو يقير ملي منشوره بهذه الوسائل اللي ما كان قانون الجنائي مبوب عليها، ولا ستة ما يزيدهم حد على وخلق فيه التشاور بين الناس اللي معنية في الروضة وكلهم أعطى فيه رأيه، وقبضنا ملي هذا اللي قالوا القانون المقارن. ياسر من دول كيف لين تقبضوا المملكة المغربية قانون هاني تشوفوا أكبر من ذا حتى، وفيه ياسر من الجرائم. يقول احنا كيف قلت لكم قبضنا المنظومة القانونية وذا اللي قالها هو اللي درنا في ذا القانون. تكلم الناس عن تقريبا ان المحاولة والجريمة منها نفس العقوبة، هذا مفروض اللي نعود
ناص عليه القانون ولاهي يلين تلاحظوا في هذه 12 مادة ان ما فيها اللي قالوا الجنايات بقينا في مستوى الجنح لان نبقوا هذا يعود معدل بصيف تدريجية وتفهم الناس المعنية القرض من ذا واحنا ذي الدولة هي اول دولة هو الحكومات عندها السياسة الجنائية والحبس ما يحل اي مشكلة بالعكس يزيد علينا العباولة وما ندروا قاع حد يلجأ يا غير اللي تعود هي الوسيلة اللي هي اللي بقات لنا لا بدالها تطبق يا غير بصيف تدريجية لا هي تفهم الناس اللي تتلاعب بالمعلومات وبالاخبار وتزيفها وتفبركها وتقوم بهوية هوية مزيفة ياك تعدل بها نوع من الابتزاز والله تحقق بها نوع من الأهداف ما هي قانونية لا يتعرفن هذا وفوق الحد هذا وفوق واخبار قاع الوحدة الوطنية وذفروذة هذا قايل انه ما هو المجال تحكموا قوانين اخرى وركب على مشروع القانون ياسر مشي ما هو فيه هو لا يحمي اعراض الناس وممتلكاتهم وحياتهم وذفروذة يلين يو إلين تعود لاهي ترتكب هذو الجرائم بوسائل ما كان مبوب عليها القانون الجنائي وما يزيد واحد على والقاضي قاضي مكون وله تجربة ولين يقدم له شيء عنده ملي يسمح له القانون انه يلجأ للخبرات والخبراء في الميدان عادوا موجودين معناها لا يتخوش حد ان هذا القانون انه جاي ضد الانتخابات وضد حرية التعبير لا هو الحد من مجموعة من الممارسات ماتت مقبولة وهذو هذو التعديلات اللي قدموهن أنا أعتبر أنهم موجودين في النص والنص لين يطبق ولين يقرأ حد قراءة مؤنية ولا يدور يرى أن فيه ذا يا غير القانون يطرح المبادئ وللقاضي هو اللي يسلطها عن كل شيء وقدم له احنا ما نقدر نحدو في القانون بدقة ذي اللي لا يخلق باللي الحالات اللي تقد تخلق ما نقدر لا تبقوا نحصوها بها اللي ياسرة ومختلفة ولين تلاو نعدلوا منها كتاب وذا لاهي 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 يجوح حالات احنا ما كنا طارحين للبال يا غير بعد المبادئ ارائهم والعقوبات ارائهم ودور القاضي هنا واضح في الهطار هذا تقريبا هو مفهوم النص والخالق شي من الجرائم هون تتعلق بالاشخاص لا بد الشخص هو يشكي الشكاية هون فيها انواع القذف اللي ما هي موجودة في القانون الجنائي لا هي نرجع لذا مشروع القانون الين يصادق عليه يا غير ملي هذا مشروع القانون الين يعود لا يطبق كل شخص لديه الوسائل
وسائل الدفاع بها اللي هذه وفوق القانون والدستورية. معني ماني راجع على ذو التعديلات اللي تم نقاشهم، وأؤكد أن القانون هذا مشروع القانون حايط بهم معاكم، أن المادة 12 خالق شيء قال له هرم القوانين وترتيبهم من الدستور إلى عاد تبقوا المراسيم والقرارات مرارا بالقوانين الاستفتائية والقوانين العضوية والقوانين العادية. وذلك هذا ما يجد اليوم قانون يفسر بمرسوم، هذا يدور عود خطا مادي. ومعاكم ان تطبيق القانون يكون بمراسي ولكن ليس تفسيرها بمراسي، والحكومه موافقه على التعديل اللي قدمت اللجنه في الماده 12 ان تطبق احكام هذا القانون بمراسيم بدل من تفسر بمراسيم. وانا بعد قايل ان اليوم احنا مسؤولين عن هذا المجتمع، والمجتمع اليوم وانتم حتى انتم النواب لا تعودوا ملي هذا النوع من الممارسات اللي عاد تعدل بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي طار حالكم مشاكل، وعاد ينقال يا عادي عاد يندعى عليكم وعادي يمتس من شرفكم ومن كرامتكم والحرقاء الناس الاخرى. وذا القانون لا يطبق على جميع الاشخاص بدون الاستثناء، يسوى موظف والله مانك موظف، وعدم وجود المعلومات ولا الاخبار ما يبرر انك تنشئ شيء ما هو خالي. وملي كل من أقام بأي ضرر لا بد أن يعود مسؤول عنه. أنا لين نوقف ونقول شيء لا بد أن نعود مسؤول عنه. الجرايد راعية والتلفزات راعية، يوقفوا يعدلوا ريبورتاجات ويأخذوا المعلومات، يا غير كلهم كاش عن وجوه وكلهم قايل ذا اللي عنده. إلى عاد حد ما موافق على هذا، وإلى عاد حد قال إن هذا مو زي فلان، لا يشكي من فلان، بعد يا خير عاد كل حد قدركم، عاد الهوية مو زي ما هي خالقة، ويتم يعدل بها اللي بقى، ويتم يعدل بها الابتزاز، ويعدل بها اللي بقى، ولا أنت وإحنا ساكتين، ما يصح. هذا ما هذا والدول فر وضعت له حد، واحنا ماشيين في نفس الاتجاه وما عدلناه ما هو لين عاد لا بدال منه. لهذا القرار اطلب من الجمعيه الوطنيه ومن النواب انهم يصادقوا على مشروع القانون، ياكن نتقدموا ونقيسوا مرحلة أخرى في حماية حقوق المواطنين وفي حماية حرية التعبير. به اللي هذا إلين يتواصل بذي الحال ما تحد لا يوثق في شيء يسوى شنو قال. ها وكيف قلت لكم لا بدال اندار اللوح، وهذا الحد لا يصح. نحن نرى ان هذا القانون يمشي في الاتجاه، وطالب ان يصادق عليه بالتعديل اللي قدمت اللجنه للماده 12 ان تطبق احكام هذا القانون بمراسيم بدل من التحدد.
وشكرا سيد الرئيس. شكرا معالي الوزير. راك لهنا بدؤوا ماراثون التصويت على التعديل.